السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام. اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح أو إنشاء تصميم كوفر أو غلاف خاص بكتابنا عن طريق موقع كانفا الغني عن كل تعريف. فأولا وقبل البداية فلابد من التذكير، فهناك عدة مواقع وبرامج تمكننا من تصميم كوفر أو غلاف لكتابنا، وسأذكر البعض منها. فهناك بويربوينت، فوتوشوب، إلوستراتور، جوجل درايف والعديد من البرامج الأخرى. ويمكنك اختيار الموقع أو البرنامج الذي تستطيع أن تبدع فيه أو البرنامج الذي يبدو لك بسيطا وسهل التعلم. ونصيحتي لك أخي الكريم هو تعلم فوتوشوب أو إلوستراتور، فإتقانك لهذه البرامج سيفتح لك آفاق كثيرة ومتعددة، وفي نفس الوقت سيمنحك مجالا أكبر للإبداع والابتكار. ونصيحتي كذلك لمن يريد أن يتعلم بسرعة لهذه البرامج أن يخصص فقط 30 دقيقة في اليوم لكل برنامج، وصدقني أخي الكريم فالنتيجة ستبهرك ومن الشهر الأول. الآن إخواني سوف نقوم بشرح بسيط لتصميم غلاف كتابنا الأول على موقع كانفا. هذه هي واجهة الموقع، فهو موقع بسيط جدا ويتيح لنا مجموعة من الأدوات السهلة، والجميل في الأمر هو أن الموقع مجاني. فأولا أخي الكريم عند دخولك إلى أمازون حاول أن تغير الأدرس الخاص بك، فأنت هنا ستجد الأدرس التي أدخلتها في حساب أول يوم، فعليك أولا تغييرها. ادخل هنا وضع 10001. عند وضعك لهذا الزيب كود فتلقائيا سوف يتحول إلى أمريكا. هذا يهمنا لأن المنتجات التي تعرض في أمريكا ليست هي المنتجات التي تعرض في دولة أخرى، ونحن نهتم ببيع خصوصا في أمريكا. عند دخولك بهذا الزيب كود فالمنتجات التي تعرض في أمريكا تعرض لديك كذلك. إذن أخواني عند تحديد هذا الأدرس نأتي إلى هناك خطوة ثانية، ثم ندخل إلى بوكس، ثم نختار النيتش الذي نريد الاشتغال عليه. فمثلا نختار نوتبوك، جورنال. فنحن هنا لا نريد أن نبحث على المنتوج الرابح، بل فقط سوف نحاول أن نأخذ معلومات عن الكتب التي توضع في هذه العينة، وبعدها إن شاء الله سنتطرق لتلك المواضيع وكل موضوع سوف نعطيه حقه بإذن الله. لذلك أخي الكريم اليوم هدفنا هو كيف نحاول أن نضع تصميم كهذه الكتب. شاهد معي أخي الكريم، هناك كتب يجب عليك أن تشاهدها حتى تأخذ فكرة عامة عن طريقة إنشائك لكتابك الخاص. فمثلا نقوم باختيار هذا الكتاب، فأول شيء يهمنا هنا هو أن العنوان ضروري أن يكون مكتوب هنا، لأن مثلا هنا نشاهد هذه الكلمة هو العنوان الأول الخاص بالكتاب. دائما عندما ستشاهد العنوان الأول ثم نقطتين يجب عليك أن تكتب هذا العنوان داخل الكوفر أو الغلاف الخاص بك. فمثلا نحن اخترنا هذا الديزاين حتى نأخذ فكرة مثله. فأول شيء نحاول أن نشاهد يعني قياسات هذا الكتاب، نذهب إلى الديسكريبسيون ثم نشاهد هنا 6-9 مثلا، يعني 6 إنش في 9. ثم نذهب أخي الكريم إلى هذا الموقع، جميع الروابط ستجدها في الوصف. نختار هنا Free Resource، ثم سيأتي بنا الموقع مباشرة إلى هنا، ثم نختار 6 مثلا 9 وعدد الأوراق. فأخي الكريم إن اختيارك ل120 فليس هو اختيارك ل60 مثلا، فعدد الصفحات يؤثر لنا عن حجم الكتاب. حتى نفهم هذه القياسات بصورة أوضح نذهب إلى هذا البرنامج ثم سأريكم. فمثلا عندما نتحدث عن 6 إنش في 9 فنحن فقط نتحدث عن هذا الطول ثم هذا العرض. لكن أخي الكريم نحن في عند رفعنا للمنتوج فنحن لا نتحدث عن الكوفر
أو وجه الكتاب فقط، فنحن نتحدث عن الكتاب كله. فالطول لا يتغير لكن العرض يتغير، فهو الصفحة الأولى ثم الصفحة الثانية ثم هذه الواجهة الصغيرة، كذلك يجب علينا أن نحسبها أو أن نقوم بإدخالها حتى لا تذهب بعيدا بالحسابات وتقوم بوضع حساب خاطئ. فهذا الموقع يبسط لنا الأمر، ما عليك إلا إدخال مثلا السيز هنا 6 على 9، هذا هنا دائما فوق نكتب الطول، ثم هنا نكتب العرض، ثم عدد الصفحات، فعدد الصفحات يتغير إن كان أبيض أو كريم أو كولور. نحن دائما نختار الأبيض لأن كتابنا عبارة عن مذكرة. عند ضغطك على كالكوليت فهذه هي القياسات الخاصة بالكوفر الخاص بنا. فمثلا أخي الكريم، أو نصيحة مني، فلا تستخدم البيكسلز، فقط اعمل على الانش، لأن هذه الحسابات يعني يجد فيها الأشخاص مجموعة من الأخطاء، فأفضل أنا أن أختار الانش. فهذا سباين يعني هذه المسافة. نحن يهمنا هنا الآن أن نأخذ الطول بالكامل ثم العرض، فنختار هنا الانش ونذهب إلى كانفا، الموقع الذي سوف نقوم باختيار الديزاين عليه، كرييت، نقوم بوضع القياسات الخاصة بالكوفر الخاص بنا، نختار هنا الانش. هناك بعض الحسابات لا تظهر فيها الانش حتى عند ذهابنا إلى هذه الخانة، فليست هناك الانش، لذلك فلا تقلق، ما عليك سوى تحويل الانش إلى السنتيمتر. نذهب إلى موقعنا، نقوم بنسخ الانش والذهاب إلى هذا الموقع ومحاولة ترجمته إلى السنتيمتر. هذا الموقع لا يقبل الفاصلة، نحن نضع دائما مكان الفاصلة نقطة، ثم نختار هنا هذا السايز، ثم نضعه هنا. قبل أن تضع تأكد من أنك وضعت سنتيمتر، ثم أدخل القياس. من بعد نذهب إلى موقعنا كذلك، نقوم بنسخ القياس، وضعه هنا، تغيير الفاصلة بنقطة، أخذ هذا القياس، ثم نرجع إلى موقعنا، ثم create، هنا يظهر لنا القياس الخاص بالكوفر أو الكتاب الخاص بنا. فقبل البداية يجب علينا أن نقوم بتحميل الكتاب من أمازون. ندخل إلى هذا الموقع، كما قلت سابقا جميع المواقع ستجدها في رابط الوصف. نختار هنا 6 9 القياس الذي اختار للكتاب، عدد الصفحات، اللون أبيض، ثم دونالد. فأنا مسبقا قمت تحميل هذا الكوفر، لذلك سأقوم بإعادة تحميله. فعند تحميلك للكتاب يظهر على هذا الشكل، نقوم بفتحه، ثم يحمل الكتاب على هذا الشكل. أولا أخي، يعني حتى تستطيع أن تعمل في كانفا يجب أن لا يتعدى قياس هذه الصورة، يعني 5 ميجا كحد أقصى، لكن هنا نشاهد بأن قياس الصورة تقريبا هو 30 ميجا، 29.8 ميجا. فنحن يجب علينا أولا أن نعدل عليه، ما عليك إلا فتحه عن طريق الباند، ثم تقوم بمسح هذه الكتابات كاملة، تحتفظ فقط بهذا السايز لأنه هو الذي سيذكرك بأن هذا الغلاف خاص ب6x9، ثم تقوم بإعادة تسجيله، ومباشرة سوف ينقص له الحجم. فانظر أخي الكريم، أصبح 266
أصبح قياسه أقل من ميجا، وهذا سوف نعمل به. عند إتمامنا لهذه العملية نذهب كذلك إلى مشروعنا، نختار هنا اللون الأسود، ثم نقوم بتحميل الصورة التي احتفظنا بها هنا، تضعها هكذا. ها هي مباشرة حملت، نضعها هنا، نحاول أن نجعلها متماثلة مع القياس الذي أخذنا، ثم نضع قليل من الشفافية حتى نستطيع العمل بكل سهولة. ثم نذهب إخواني إلى بداية العمل على التصميم الخاص بنا، فنذهب إلى هذا الموقع المشهور بيكساباي. فهذا الموقع يتيح لنا خيار تحميل مجموعة من الصور بجودة عالية وكذلك بدون حقوق الملكية، لكن أخي الكريم نصيحة مني، حاول أن تعدل على هذه الصور، لأنه كما تعلم قد يأتي شخص قبلك ويقوم بتحميل هذه الصورة ويضعها، فعندما تأتي أنت وترفع هذه الصورة فيقوم هو بتبليغ عنك لدى أمازون ويقومون بحذف الغلاف الخاص بك. لذلك أخي الكريم من الأحسن أن تعدل عليها قليلا. نختار مثلا هذه الصورة، ثم نقوم بتحميلها. ثم نقوم بإدخالها إلى كانفا. نحاول أن نعدل على قياسها حتى يأتي في نفس قياس الكوفر الذي خصصنا أولا هكذا. نقوم بإعطاء شفافية أقل حتى يظهر لنا النموذج الذي سنشتغل عليه، ثم نقوم بوضع مثلا هذه الصورة. هذه الصور قمت بتحميلها مسبقا، وضعتها في هذا الملف حتى يتسنى لي العمل بكل سهولة. فعند رفعك لها هنا تستطيع أن تستخدمها وقتما أردت. كما شاهدتم هذه الصورة، قم بتصغيرها هكذا، ثم نذهب إلى الكتاب الذي حاولنا أن نقلده، نأخذ العنوان الأول. فكما قلت لكم سابقا هذا العنوان دائما قبل النقطتين يجب أن يكون في الكتاب أو في غلاف الكتاب، فإن لم يتواجد هذا العنوان الصغير في الكتاب فلن يقبل كتابك. ثم نرجع هنا، نذهب إلى اختيار الكتابة الخاصة بنا، هناك العديد من الكتابات، أختار مثلا هذه الكتابة واضحة، أقوم بنسخ. قم أولا بإزالة هذه العناوين الصغيرة، أضع العنوان الذي أريد أن أشتغل عليه، من هنا أتحكم في حجم الكتابة، ثم نحاول إعادة الشفافية لنشاهد
كيف سيظهر لنا الكتاب. نختار لون واضح، فهنا لا يظهر العنوان لأن الألوان خلف، لأن خلفية الكتاب أو الألوان التي خلف الكتاب يعني تحجب الرؤية عن المشاهد. لذلك يجب علينا أن نقوم مثلا بإدخال صورة أخرى مثل هذه، حاول أن تجعلها وسط الغلاف، يجب هنا أن يكون اللون بألوان مشرقة وباهية لأننا نتحدث عن الورود، وحتى تأتينا متناسقة مع الغلاف. لا أريد إخواني أن أطيل في هذا الدرس، لذلك فأنا اخترت نموذج بسيط حتى أريكم طريقة الاشتغال فقط، وأنت أتمم العمل كما تراه مناسبا. فهكذا سوف يظهر لنا الكتاب. يعني تقريبا هكذا سوف يأتي وسط الكتاب العنوان، ثم أسفله ورود. هذه الخانة لن تظهر، فقط سوف يظهر هذا البار، الكود بار الخاص بكتابنا. نذهب مثلا إلى هذه الصورة ثم نضعها هنا خلف الكتاب. وبهذا نقوم بإنهاء العمل، ثم نقوم هنا بتحميل الكتاب. أخي، عند رفعك لهذا الديزاين الذي أنشأته يجب عليك أن تختار PDF for impression هكذا، ثم تقوم بتحميله. فعند رفعنا للكتاب في أمازون كيندل فضروري من أن نرفعه على شكل PDF هو والأنتيريور الخاص به. نضع هنا انرجستري، ثم نخرج. كان هذا هو درسنا إخواني، سامحوني على الإطالة. فهذه أبجديات التعامل مع هذا الموقع، أنا حاولت أن ألخص لكم طريقة وأنتم أبدعوا من عندكم. ونصيحة مني، حاول أن تشاهد مجموعة من الكتب حتى تستطيع أن تخرج بفكرة عامة، وتحاول أن تقلد بعض الكتب، ولكن لا تنسخها كما هي، بل فقط محاولة الاستفادة من الديزاين الخاص بالأشخاص المنافسين لنا أو الباعة المنافسين لنا. فكلما شاهدت مجموعة من الكتب والأغلفة إلا وكونت فكرة خاصة بك ووضعت ديزاين خاص بك. كان هذا هو درسنا إخواني، لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك، ثم تفعيل زر الجرس والضغط على جيم، ثم مشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء، لأننا نحتاج دعمكم إخواني. وفقني وإياكم الله.